إيمان وهبة، أنا متجوزة من 10 شهور، ألف مبروك، وما حصلش حمل لحد دلوقتي، مش مشكلة. ورحت كشفت، قال لي إن عندي تكيسات على المبيض، برضه مش مشكلة، وأخدت دواء كتير ومش عارفة أعمل إيه. هي بتسأل بقى في السؤال اللي بينرفزني جدا، هي عايزة تعلي ضغطي. إيمان وهبة بتقول لي في اعشاب للتكيسات ولا لا؟ طبعا ايمان متعمده انها تعلي ضغطي. اولا دي مش شغلتي، تكيسات المبيض دي شغله امراض نساء، دي رقم واحد. رقم اتنين، ما بنقلقش الا بعد سنتين، يعني واحد قعد سنتين ما يخلفش، او واحده ما خلفش سنتين، افحص قبل سنتين، تعظيم سلام، لا قلق على عدم الخلفة إلا بعد سنتين. سنتين إيه؟ زواج طبيعي. ما تقوليش أنا جوزي في السعودية وبيجي هنا 15 يوم، أو جوزي بحار. زواج طبيعي سنتين، ما حصلش حمل نبتدي نفحص، إنما دلوقتي ما تفحصيش خالص. آه عملتي طلع تكيسات، طب يعني ما في ملايين عندها تكيسات مخلفة، ما فيش مشكلة، دي مش شغلتي، لكن أنا بقول لك الواقع اللي بيحصل. أما كلمة أعشاب دي عيب، إحنا سنة 2023 يا بنتي، عيب لما نقول أعشاب. ما في أدوية، هي الأدوية جاية منين؟ ما هي من الطبيعة، لكن الأدوية جرعات مقننة، الأعشاب جرعات غير مقننة. تقول لي أنا عرفت ناس كتير خدوا أعشاب وخفوا، وأنا بقول لك إن هم ما كانوش عيانين، كان عندهم اعراض وليست امراض. طب يلا هاتي لي اعشاب لهبوط القلب، نتكلم جد بقى. انما واحد بيكح وخد شويه اعشاب، ايه المشكله؟ ما الكحه هتروح، ما اللي بياخد لبان ذكر بيخف من الكحه، انما عنده ضرن سل، هاتي لي اعشاب تعالجه. تليف كبد، هاتي لي اعشاب تعالجه. مش عايزين نتكلم كلام ملوش اساس علمي، نبقى غلطانين جدا. الاعشاب جرعات غير مقننه. يعني انا جبت العشب اللي بتقولي عليه ما اعرفش اسمه ايه وغليته، في قد ايه؟ ما اعرفش يا بنتي. القرص بقول لك ده 5 مللي، 5 مللي او 10 مللي او 500 مللي، دي جرعه مقننه. عشان ندخل دواء في جسمك بيتجرب 15 سنه، 15 سنه قبل ما تاخديه، 5 سنين على حيوانات، و5 سنين على مرضى، و5 سنين على متطوعين، وينزل السوق ويتراقب، ان حصل منه مشكله بيتسحب تاني. حياه الانسان مش هزار ومش لعب. طيب انا خفيت من العشب ده، طلع انه بعد 10 سنين بيعمل سرطان، بس انا ما اعرفش. انا ضد هذه الفكره تماما. الادويه ادويه مقننة. ده في حاجة اسمها منظمة الصحة العالمية بتوافق على الدواء قبل ما ينزل، هي توافق عليه تشوف تركيبته صح. بلاش، عندنا علم أصعب علم في كل الطب اسمه علم الفارماكولوجي، اللي هو علم الأدوية. أصعب باب في هذا تداخل الأدوية، أصعب باب اللي هو دراج انتر اكشن، كتاب قد كده، ده ما يتاخدش مع ده، لان في هيحصل تضارب بينهم. ده ما يتاخدش مع ده، دول ما يتاخدوش مع ده. علم كبير جدا. تقولي لي انا هاخد، طب ما هو جايز متداخل مع دواء انت بتاخديه، ما حدش يعرف تاثيره على الضغط ايه هذا العشب، ما حدش يعرف. هو واحد جربه كده وخلاص. ارجوكم، احنا دلوقتي في سنه 2023، اذا ما كنتوش مصدقين استنوني بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنرد على إيمان وهبة في علم أعشاب وفي تكيسات المبيض وفي الحمل. الحمل مفيش قلق إلا بعد مرور سنتين. بالمناسبة بقى نقول الفلوس دي إيه؟ واحد يقول لي يعني إيه الفلوس دي؟ أقول له الفلوس يعني ربنا وصفها إنها رزق. والعيال إيه؟ يقول لي رزق. أقول له لأ، ربنا لما اتكلم على الفلوس قال يرزق من يشاء. لما اتكلم على العيال قال يهب لمن يشاء. هبه يعني هديه،
يعني كانت مش حلوه مش هجيبها، ما كانتش حلوه مش معقول هبعت لك شويه طين في علبه واقول لك ده هديه، لا الهديه لازم تبقى حلوه. فخليكي فاكره ان الاطفال هبه ان شاء الله. انت لسه 10 اشهر ده لسه بدري قوي، بحياه زوجيه طبيعيه، بنتكلم على سنتين، سنتين حياه زوجيه طبيعيه.